فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يطوف على القبر هل يكون مشركا مطلقا أم يقال بأننا نحتاج إلى النظر إلى قصده كان تقربا؟ هذا قلنا لكم محل القلوب، ما نطلع على القلوب، نحن نحكم على الظاهر. فمن طاف بالقبر يتقرب إلى القبر فهو مشرك، بناء على أنه صرف العبادة لغير الله. ننتظر نقول لما نعرف اللي بقلبه، متى تعرف اللي بقلبه؟ ما تعرفه، ما يعرفه إلا الله عز وجل. فإذا قصد التقرب إلى غير الله بالطواف فإنه مشرك. إذا قصد أن الطواف لله ولكن طاف بقبر أو ببنية أو غير ذلك أو بمقام من المقامات يتقرب إلى الله ويعتقد أن هذا ينفعه، نقول هذا مبتدع، لأنه عبد الله بعبادة لم يشرعها. والله لم يشرع لنا الطواف بغير الكعبة، لم يشرع لنا الطواف بغير الكعبة. فمن طاف على غير الكعبة يتقرب إلى الله بذلك فهو مبتدع، ومن طاف على غير الكعبة يتقرب إلى المطوف به فهو مشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، واللي يطوفون على القبور يتقربون إليها، ما طافوا إلا عليها إلا يتقربون إليها، يرجونها ويخافونها. نعم.